موضوع مهم نغفله كثيرا، لا نتذكره بسبب ضغط الإعلام وضغط الإنترنت من حولنا، وكل ما هو حولك يدعوك للهو والعبث وينسيك العدو الأول لك وهو الشيطان. نحن اليوم سنحاول أن نتذكر بعض الآيات القرآنية التي للأسف نسيناها. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه آية تأمرني وتأمرك أن نتخذ الشيطان عدوا. ما معنى فاتخذوه؟ يعني خذ كل الاحتياطات ضد هذا الشيطان، تعرف على أساليب إغوائه، تعرف على الأعمال التي تجعل الشيطان يسكن في بيتك، وبالمقابل تعرف على الأعمال التي تطرد هذا الشيطان وتبعده، أعمال يكرهها الشيطان، يفر منها. لذلك العمل الأول أخي الحبيب الذي يجذب الشيطان إلى بيتك، أكثر ما يجعل الشيطان يستقر عندك، عدم الطهارة. طبعا عدم الطهارة تستدعي عدم الصلاة، تستدعي أشياء كثيرة جدا، قد تستدعي العمل الفاحش، قد تستدعي المعاصي، لأن الإنسان إذا غفل عن موضوع الطهارة أن يحرص على الوضوء دائما، لأن الوضوء هو السلاح رقم واحد ضد الشيطان. الشيطان يكره الطهارة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هذا هو لسان حال الشيطان. يكره الإنسان الذي يتطهر، ينظف نفسه، يطهر نفسه، يتوضأ. والطهارة هنا أخي الحبيب نوعين، طهارة الجسد وطهارة النفس، يعني طهارة خارجية وطهارة داخلية. فأنا عندما أطهر جسدي وأحرص على الوضوء، ينبغي بنفس الوقت أن أطهر لساني عن أذى الناس، عن النميمة، عن الكلام الفاحش، عن الكلام البذيء، عن الشتائم، عن الإساءة للآخرين. وبالتالي احرص على الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر والحرص على الطهارة نصف الإيمان. والطهارة يحبها الله، لذلك يكرهها الشيطان. ماذا قال تعالى؟ قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل عمل يحبه الله ثق تماما الشيطان يهرب منه. كل عمل الله يحبه الشيطان يهرب منه. لماذا؟ لأن الشيطان يأمرك بالفحشاء، بالمنكر، بالظلم، بالنميمة، بالربا. الشيطان يأمرك بالفاحشة، يأمرك أن تقول على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يريد أن يخرب علاقتك في بيتك ومع أهلك ومع أقربائك. وبالتالي كل عمل يحبه الله هذا العمل يطرد الشيطان من بيتك. احرص إذن أولا على الوضوء، لا تنم إلا وأنت متوضئ، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. أول عمل تفعله عندما تستيقظ من النوم الوضوء، وهذا كان حال حبيبكم عليه الصلاة والسلام. العمل الثاني أخي الحبيب الذي يجذب الشيطان إلى بيتك ذكر الله. ماذا أعني؟ أن تنسى ذكر الله، أن تبتعد عن ذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن ذكر الله يدمر الشيطان، لا يحب أن يسمع ذكر الله. طيب أنا كيف أذكر الله؟ طبعا من الأذكار المهمة جدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنوز من الجنة، وكلما قلت واحدة منها غرست لك غرسة في الجنة، فتجد يوم القيامة ملايين مليارات الأشجار والثمار والنعيم بسبب ذكر الله. القرآن هو ذكر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب إنسان يصعب عليه أن يقرأ القرآن، يستمع للقرآن، استمع أكثر من الاستماع. واليوم القرآن ميسر من خلال الموبايل والتلفزيون وأجهزة أخرى، تستطيع أن تضع هذه السورة وتستمع إليها وتكررها حتى تحفظها. فإذا عدم ذكر الله في بيتك يجذب الشياطين، يجدون مستقرا عندك. فأي مشكلة تحدث معك في بيتك تذكر دائما أو فورا تذكر أن الشيطان وراءها، فأكثر من ذكر الله.
العمل الثالث أخي الحبيب الذي معظمنا يغفل عنه للأسف كما قلت لكم بسبب ضغط الإعلام وضغط مواقع الإنترنت علينا وحبنا للدنيا لم نعد نفكر بلقاء الله ولا بالآخرة. عندما تبتعد عن الآخرة أنت تبتعد عن الله وتقترب من الشيطان. معادلة بسيطة جدا، كلما فكرت بالآخرة وفكرت بالله ولقاء الله ابتعدت عن الشيطان. إذن في بيتك الآن أنت أدرس حياتك الآن، كم مرة تفكر بلقاء الله كل يوم؟ كم مرة تفكر بالآخرة؟ كم مرة تفكر بالجنة؟ كم مرة تفكر أن تنجي نفسك من عذاب النار؟ كم مرة تدعو الله رغبا ورهبا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، يعني رغبة بما عند الله ونعيمه، ورهبا خوفا من عذابه. كم مرة اليوم فكرت أن تخاف من عذاب النار وتقول اللهم أجرني من عذاب النار؟ كم مرة قلت اليوم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك؟ هذا الدعاء كان يحرص عليه النبي بخاصة قبل النوم. كم مرة قلته؟ ربما يكون الجواب قليل جدا أو ربما صفر. فلذلك عدم تذكر الآخرة وتذكر لقاء الله وتذكر يوم القيامة وتذكر الموت أيضا، لأن الموت هو أول منازل الآخرة، ثق تماما هذا الأمر إذا لم تفكر به ستجد نفسك بين يدي الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله والعياذ بالله. العمل الرابع أخي الحبيب وهو مهم جدا للأسف تساهل فيه الكثير اليوم، وهو أمر يجذب الشيطان إلى البيت وتكثر معه المشاكل، وهو ترك الصلاة أو عدم الالتزام بالصلاة أو عدم تأدية الصلاة بخشوعها وتدبرها ومعانيها. تجد إنسان يصلي بسرعة ولا يفقه شيئا ولا يدري ماذا فعل، كأن صلاته لا قيمة لها. على فكرة الصلاة تحتاج إلى خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الشيطان يريد أن يصدكم عن ماذا؟ عن ذكر الله وعن الصلاة، من خلال طبعا الخمر والميسر. طبعا نحن لم نذكر الفواحش، لأن أي فاحشة تقوم بها تجذب الشيطان إلى بيتك. شرب الخمر، النميمة، الربا، أكل أموال الناس باطل، الغش، الكذب، كل هذا يجذب الشيطان إلى بيتك. ولكن أنا هذه الأعمال، لأن معظمنا يقع فيها قضية عدم الالتزام بالصلاة وعدم الخشوع في الصلاة. يعني الله أعطاك اليوم 24 ساعة وطلب منك 5 دقائق أن تفرغها للصلاة. ضرب 5، 5 أوقات يعني 25 دقيقة، أقل من نصف ساعة من 24 ساعة تفرغها لله عز وجل. طيب وأنت تصلي تفكر ماذا في الدنيا؟ اعزل نفسك أثناء الصلاة عن الدنيا وابدأ في التفكير بالله عز وجل وبالآخرة وبلقاء الله وبالآيات التي تقرأها. تدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك أخي الحبيب الخشوع في الصلاة والالتزام في الصلاة والإكثار من صلاة النافلة، كل هذه الأعمال تطرد الشيطان من بيتك. عدم الالتزام بهذا الأمر تجد أن الشيطان يسكن عندك ولا يفارقك أبدا. العمل الخامس في هذا المقطع، والأعمال كثيرة طبعا، إنما أنا اقتصرت على أعمال لأذكركم بها، الحسد. كثير منا يحسد الآخرين دون أن يدري. إنسان رزقه الله رزق معين، فتجد أن البعض ينظر إليه نظرة يتمنى زوال هذا الخير عنه، أو يتمنى أن تكون هذه النعمة له، ويقول لماذا الله أعطاه ولم يعطني، لماذا لماذا، ويفرح بمصائبه. هذه من علامات الحسد أو الحاسد، أن النعمة إذا زالت عن إنسان تشعر بارتياح. هذه إحدى علامات الحسد. الحسد ما هو أخي الحبيب؟ أن تتمنى زوال النعمة عن شخص. فعندما يصاب شخص بخسارة أو بمصيبة بعض الناس يفرح. فرحك هذا إذا كنت أنت من هذا النوع وفرحت بمصيبة لإنسان آخر، فاعلم أنك تحسده حسدا خفيا من دون أن تدري. فالحسد أخي الحبيب من الأعمال التي تجذب الشيطان إلى بيتك ويشجعك عليها، لأن الحسد حقيقة يدمر الحسنات، يدمر حياتك بالكامل. حتى من الناحية العلمية الحسد مضر بالقلب، يجعل صاحبه كأن في داخله نارا تأكله. وبالتالي احرص أخي الحبيب على التخلص من هذه العادات السيئة واستبدالها، يعني
إنسان لديه حسد ماذا يفعل؟ يتذكر أن الله هو الرزاق، ويتذكر أن وما عند الله خير وأبقى، ويتذكر أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ويتذكر أن هذه النعمة عند فلان أو هذا المال عند فلان قد يكون فتنة له، قد يكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله، قد يكون سببا في شقائه. يقول الحمد لله الذي خلقني كما أنا وقسم لي هذا الرزق. وحتى عند البلاء يحمد الله، عندما تبتلى بالنقص والفقر والظلم والأذى والمرض احمد الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بيد الله أخي الحبيب. إذا لم تقتنع بهذا الأمر ستتعب كثيرا ولن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. لذلك نسأل الله عز وجل أن يطرد الشيطان من بيوتنا، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.